النهاردة تم تشييع جنازة الموسيقار الكبير محمد سلطان. الجنازة خرجت من مسجد عمر مكرم في التحرير، وكان في غياب تام من الفنانين والموسيقيين، لكن كاميرا حديث القاهرة كانت هناك. خلينا نشوف الصور اللي نقلناها من هناك ونرجع بعد الفاصل حديث القاهرة مع خالد البرماوي في بورصة الكلام. احنا فقدنا صرح كبير جدا. استاذ محمد سلطان كان معادله صعبه، لانه كان بيجمع في موسيقاه بين الشياكه والشجن. انا كنت فاكره ها لما اروح البيت هلاقي طابور يعني من السلم لغايه الباب الشقه، وفي كراسي بتاع لا فنانين جم ولا صحفيين جم ولا موسيقيين جم، في ناس كتير قوي قوي اكتشفهم، ما حدش فيهم جه لا في البيت ولا هنا في الجنازة. وهو على فكرة كان زعلان جدا جدا الفترات اللي فاتت دي، بيقول لي أنا زعلان عشان ما حدش بيسأل عليا، وفي كتير قوي اكتشفتهم وقفت وما حدش وكان بيبكي. كان قيمة كبيرة جدا، وطبعا ده من الزمن اللي مش هيتعوض، والبقاء لله في مصر كلها في الوطن العربي كله، لأن الموسيقار محمد سلطان ده قيمة كبيرة مش هتتعوض. أنا بالنسبة لي أب قبل كل حاجة، وطبعا دي خسارة ليا كأب وخسارة للناس كفنان، وإنه هيفضل في الذكريات ويفضل في قلوبنا.